شيخة وين؟ يوسف، عقب ما أنت انسجنت تغيرت وايد أشياء. أختك ياتو قالت إن أنت انحكم عليك بالسجن 3 سنين. صراحة شيخة فقدت الأمل وتزوجت. تزوجت؟ هي تزوجت. خلاص يوسف، خلها بحال سبيلها. ضاع مستقبلي، ضاعت مني شيخة، ضاع مني كل شيء. أنا ليش طلعت؟ لا تسوي بنفسك كذي، تكفى يوسف، أهم ما عليك صحتك. وترى شيخة تحبك، هي لا تطالع لك كذي. شيخة وايد تحبك ومالك شغل بالمسج اللي يالك منها، ترى لأنها معصبة بس مو أكثر. سمعيني، بيقول لك كلام وتوصلينه بالحرف الواحد. الحياة عبارة عن فرح، نعدون على الأصابع. فرحة التخرج، فرحة العرس، فرحة شهر العسل، فرحة المولود، فرحة الياهل لما يقول بابا وماما. وأدري إذا حطت راسها على المخدة راح تعرف إن هي ظلمتني وظلمت نفسها. قولي لها فرحة العد على أصابعي.